وبعد هذه الجولة الاطلاعية في أرجاء المكلة الساحرة، بدأ الرجال بحزم الحقائب والأمتعة. حيث كان في وداعهم عدد من المودعين من أهالي المكلا ومن المسؤولين في المطار، وكان موعدنا مع طائرة السعيدة التي حلقت بنا في سماء اليمن لنرى جمال طبيعتها الساحرة التي أبدع الخالق في تكوينها. ورحلتنا من المكلا إلى جزيرة الغرائب، إلى جزيرة سوقطرة. شاهدنا في جولة قناة الصحراء إلى جزيرة سوقطرة اليمنية. وصلنا وكان في استقبالنا مدير عام أرخبيل سوقطرة حديبه سعد علي سالم، وقائد مطار جزيرة سوقطرة العقيد علي عبد الكريم، وكذلك سعد علي أحمد القدوم مدير عام الخدمات الصحية والطبية، وكذلك مدير فرع شركة ابن جريبة والمخزوم يوسف بن عبيد المخزوم. حقيقة هناك جمع في استقبالنا لما سيطر على الأسماء من العجلة والأشغال والظلام اللي داهمنا. خلكم معنا مشاهدينا في هذه الجولة. جزيرة الغرائب سوقطرة. وبعد الحفاوة والتكريم في الاستقبال، لم ينسى المستقبلون عادة الضيافة العربية، وكانت بداية الترحيب بنا القهوة العربية الأصيلة. وتدق الساعة لتعلن بدء جولتنا في أرض الأحلام في سوقطرة، التي تعد من أهم الجزر اليمنية والتي تقع على البحر العربي شمال غرب المحيط الهندي. وتمتد الجزيرة على طول 125 كيلومتر وعرض 33 كيلومتر، لتكون إحدى أجمل 4 جزر في العالم أجمع. اليمنية وبين جمال الطبيعة وسحر المكان. يتكلم أهل جزيرة سوقطرة لغة خاصة بهم غير اللغة العربية، ويحافظون عليها، ويقال أنها لغة أهل عاد. ولنتابع معا
هذا اللقاء ونستمع إلى اللغة السقطرية. يا أخوي مسلم، اللغة السقطرية هل هي لغة واحدة أو كل منطقة أو كل قسم من الجزيرة لها لغة؟ لا، أما حنهن طيمن ذش سقطرية طي، لكن حنلاط يعني حنهلاط هنا دي شمال ها وين دي هنا تو هنا تو. يعني لغة أبناء الجزيرة هي لغة واحدة، ولكن تختلف بالنسبة للمناطق. يعني في مناطق مثل الحضر، في أهل حضر يعني لهم يختلف الكلام حقهم شوية، وأبناء الريف يختلف كلامهم شوية، ولغة أبناء الجزيرة لغة واحدة. وأبناء الجزيرة يتكلمون باللغة الأولى، يتكلمون باللغة العربية، والثانية يتكلمون باللغة السقطرية، وأكثر ما يحافظون على اللغة السقطرية. أهم أو أغرب العوايد عندكم في سقطرة؟ حن هنا أنا تديت كيدر، وهي عدة بشتيعين أنا تديت كيدر، يعني الله نظالب مشهر ولا قبش ولا تاء ولا أس تديت كيدر، وهي بشعين أنا تحنها لازم راقح عين تار، عين لازم راقح شين تار عين. من عاداتنا في الجزيرة سقطرة يعني بالنسبة دبايح، يعني لما تكرم الضيف، يعني أول ما يوصل الضيف يعني تذبح له غنمة بقرة، المهم أن هذا الحال. عادات الجزيرة يعني تختلف عن عادات الأخرى بالنسبة لل يعني الماعز، هذا تذبح ويخرجون منها الجلد، يدعسونها دحس لما يخرجون الجلد بحاله، وبعد يستفيدوا من الجلد هذا، يعني يصلحونه ويرتبونه ويستفيدوا منه، يصلحون فيه بو مي، يصلحون فيه بو روب هذاك حق الغنم حقهم. وبالنسبة للذبحة بتكون مختلفة، يخرجون العظام لحاله واللحم لحاله يكون مميز، وكل بداك الأبناء الجزيرة يعرفون كيف يفصلون اللحم هذا التفصيل. طيب ممكن نعمل لكم في بالذبيحة أخرى، نعمل لكم البيان عشان تشوفوا البيان إن شاء الله. طيب العين وش الهدف من وبالنسبة للعين عندنا، بالنسبة للرأس بعد ما يذبح الرجول والرأس يشوى على النار، يشوى شوي لما يخرج منه الشعر، وبعد يفصلونه ويخرجون العيون من قبل، يخرجون من العيون قبل ما يشوونه. وما يأكل عندنا الشيبان القدام هذا، ما يكون الرأس إلا إذا كان خرج منه العيون. إذا خلت العين فيه ما بيأكل، ما يتعقد الشيبان ما بيأكله بالخالص. طيب حقيقة نبغى معكم جلسة وجلسات أنت واللي بنلقى من هالجزيرة، بس الحين نواقفين وإن شاء الله جلسة إن شاء الله ونحكي في المواضيع كلها إن شاء الله. شكرا يا محمد. طيور سقطرة متعددة الأنواع وتشكل أحد معالم بيئة التنوع الحيوي، ومشاهدتها ليس بالأمر الصعب، فهي تطير بالقرب من الزائر دون أي خوف. وهناك نوع من الطيور يحل بجانب الزائر إذا قرر الاستراحة في مكان ما. ربما يوحي لنا هذا المشهد لسفينة الصحراء وهي تقترب من سيارة الفريق لتقول لنا بأنها باقية وصامدة مهما تنوعت أساليب التنقل، وستبقى هي سفينة الصحراء
على مر العصور والأزمان. حتى أطفال الجزيرة تمتزج براءتهم مع الفضول بالاقتراب من الكاميرا، مما دعا مذيعنا من الاقتراب منهم والتعرف عن قرب لاهتماماتهم وما يفعلون. إذن أعزائي المشاهدين، في هذا الجزيرة العجيبة والغريبة كما تشاهدون أطفال الجزيرة يسوقون المنتج الوطني من أشجار الأخوين. دعنا نجد تعال يا شباب. أشهد. إذن هذه طبعا من هالشجرة، هذا منتج من شجرة الأخوين دكسم. دكسم طيب. دم الأخوين دكسم. دم الأخوين. طيب اشرح لي عنها يا هذا يعني الفوائد حقها بالنسبة لهذا. الفوائد حقها ك يعني تجميل المرأة، وإذا في نزيف بالمرأة يعني يزعقونه ويحطونه باللبن ويصفوا اللبن لحاله وبعدين يشربوه. هذا الشجرة، هذا شجرة دم الأخوين، يخرجوا منها مثلا تطلع الفصوص هنا. فصوص. أثناء يطلع الفصوص حبوب. والمزحوق يطلعون هذا القلقات الكشرة. نفس الأحمر ذا. أي نفس. لا يطلع فصوص كبير. طلع الفصوص. ما فيه الحين هنا ما في، قد طلعوا العيال. طلعوا اللي فيها. أيوة. هذه موسمية ولا تطلع؟ لا موسمية. هذا موسمي. مثل الوقت اللي تطلع فيه. متى يطلعون هذا أيام الصيف، يعني أيام القحط شوي. الحين الوقت هذا ما في موسم. ما في موسم الحين. طيب الأشجار هذه كم عمرها الأشجار؟ هذا حصلناها مثل هذا أبًا عن جد. ماشي لها عمر. هذا حصلناها هذا أبًا عن جد هذا هكذا. طيب يعني الشيبان اللي قدامكم، شيبانكم ايش يقولون؟ ما مثل هذا، يعني هم يذكروها مثل هذا من نفس الحال. طيب تنتج غير المادة هذه؟ لا. يقولون تطلع فيها مثل التمر. يطلع الثمر حق البقر، يعني يطلع يعني ثمر فوق الأغصان، فوق الأغصان. يطلع حق البقر، يعني استخدمها للبقر. ونحن في جولتنا الجميلة كانت الصدفة جميلة وأجمل حين التقينا بأحد السائحين الأجانب الذي شاركنا شعوره بجمال جزيرة سوقطرى الرائعة. I like to visit everything of Socotra. The ocean, the sea, the dolphins, the fishes, the corals, the trees especially the dragon blood tree and many other things. ترجم محمد كلام. يقول لك الهدف من الزيارة هو يعني يحب يشاهد أشكال دم الأخوين. طيب. والبحار والدلافين. طيب. والأشياء النادرة في هذه الجزيرة يعني. طيب. بشكل عام. طيب. قبل تصل لي جزيرة سقطرة، يعني كيف علمت عن أشجار الأخوين؟ يعني كيف عرفت الأشجار هذه أنها ما توجد إلا في هذه الجزيرة؟ أسك. هاي لا ترجم تجد. أسك يولوك وات يولوك دراجون بول إن تي في. Oh, you read and internet. Oh, of course. I have seen the dragon blood tree in reports and in a little movie, in a TV movie, which was shown in Switzerland and also in some books. Yeah, thank you. شاهد الأشجار في التلفزيون وفي الكتب في سويسرا وفي قنوات عدي يعني. طيب انا بساله بقول له كيف وجدت جزيرة سقطرى؟ وجدتها على الطبيعه المنقوله اعلاميا ام هناك مبالغه؟ يو لوك سقطرى ان تي في يعني لوك جود او نو فيري جود يا تي في اند ذير از ا جورنال كولد كيو ويتش وي هاف اند ذس تويس واز ا ريبورت اون سقطرى يا اند اي لايك تو باث ان ذا دراجون بلاد سو اي كان بي انفولنربل. يقول لك شاهد الجزيرة يعني بشكل تمام ويحبها، وبالذات الشجرة هذه يحبها بشكل يعني ممتاز يعني. من النباتات يستفاد منها في الطب الشعبي وعلاج الكثير من الأمراض. الموقع هذا اللي فيه وش اسمه؟ هذا الموقع فوق برك شبهن. هذا يعني الحين قرب ان احنا ننزل الى نوجد. هذا باقي علينا يمكن نص كيلو وندخل في حدود نوجد. 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 أيوه. طيب هناك 350
نوع من الأشجار. أشجرة هذه وش اسمها؟ هذا اسمها زورف. 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 أشجار الزورف. زورف يطلع حبوب صغيرة. هنا. ويأكله بعض البدو. طيب. شوف داري الشيء مثله. هاي. مثل عندنا الراك. تكلم أقول يا أبو. مثل الراك. نعم. الراك سلمك الله. نعم. يطلع الحبوب هذه ولوكلها له. نفس الراك. تكبر الحبوب أكثر من ذي ولا؟ لا تكبر شوية. طيب والحلال يأكلها؟ الحلال الغنم البل والغنم ياكل لما تقف وياكل هذا لما يقف الاوراق وتتساقط على الارض ياكل الاوراق وهذا ياكل تتساقط على الارض لما يعني ما حد يشتيها هذه تيفد 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 هذه بلغتكم ولا بلغتنا لا بلغتنا نحن طيب وبلغتنا وش وبلغتكم الله اعلم وهذا اسمه على الحل الحل على الحل على الحل على الحل على الحل الحل. وهذا متهن شوف الأخضر هذا متهن 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 بلغتنا نحن متهن 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 طيب هذه صبرة 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 هو الصبر ولا صبرة اسمها صبرة خلنا نروح حق الجروح حق الجروح هذه حق الجروح الفوائد هذا هذا الفوائد عندما يخرج الدم من هنا من الواحد يكسر منها شوية شوف يطلع الدم تحطه هنا يوقف الدم يوقف الدم راسا مباشره مباشره هذا الحين يعني كيف اشتكاك شوف شوف الباء كيف هي يطلع منها ساعة. على طول الحين لو تعمل كذا الحين في ماده فيها لزق كذا لزق ماده لاصقه تلصق الجرح انا بنفسي اصطبت وقطعت يدي وبعد ما قطعت يدي وانا حاطط يدي يشهد الله وحطيت عليها اللاصق هذا واليوم الثاني ولا شيء ما شفت ما ادري بي كبر الجرح لا حاجه سبحان الله لا. نعم هذا الشيء طيب كيف اكتشفوها الناس هذه فيها ماده هم اهل الارض كاشفينها هذا اكتشفوها يعني ابائنا واجدادنا ونحن كوراثه نعم اي مثل ما تشوف ابوك يسوي ويعمل بالطريقه الصح نعم. انت وراه طيب وش الاشجار اللي غير هذه يستفاد منها كعلاج عندكم والله هذاك العربي يعني مثل الصبر هذا صبر. مثل الصبر والدم الاخوين الصبر هذا شوف الصبر تعرف ولا اي الصبر معروف والدم الاخوين احسن صبر هو في الامر هنا في الجزيره وهذا سبره عده هذا الصبر هذه لا صبره صبر هذاك صبر عاد صبر هذا العريض يجي منه مر يجي اللي يجي مر اللي يجي الصبر هذا حق البطل اي معروف يجي مر هو هذا دم الاخوين وهذه الصبر والصبره وهذا الصبره حق الجراح ايوه وغيرها وكثير كثير كثير اشياء كثير هاي ويعني أغلبية الأشجار يأخذوا منها أصحاب الطب العربي هذا حق الأعشاب يجونكم هنا يأخذوا كثير السبرة الميتة هذه يشلونها أصحاب الأبقار ما شفت الدخان الصباح ما تمر على الدخان مع الأبقار هذه يشلوا ويحطوا على الأبقار علشان يبتعد الناموس هذا الزغار هذا والدباب والكبيرة هذا خاص ولا حطب؟ لا هذا خاص والحق ده حق البقر برضه البول حق البقر لما ييبس يطلعوا برضه بالنار يعملوا بالنار وهذا خاص عشان يدخن عشان يدخن ويحرق لك زي الفلين